بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنا سعيد بالغ السعادة في تواجدي معكم في هذه المساحة القرآنية الجميلة، وفي هذه الليلة المباركة، ليلة 20 من رمضان. عسى ربي يكتبنا وإياكم من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، القرآن الكريم له مراتب خمس، وأعظم هذه المراتب بداية الاستماع، ثم التلاوة، ثم الحفظ، ثم التدبر، ومن ثم العمل. أما الدليل على الاستماع فقوله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا ما يتعلق بموضوع الاستماع. أما التلاوة على في محكم التنزيل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أما الحفظ أو المرتبة الحفظ أو المرتبة الثالثة فقوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما التدبر فقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش ليدبروا آياته. ختاما، العمل بما استمعنا إليه وبما تلوناه وبما حفظناه وبما تدبرناه، فقوله تعالى: الذين يستمعون القول، الذين يستمعون القرآن الكريم فيتبعون أحسنه. أما ما يتعلق في عنوان هذه المساحة، فضائل القرآن الكريم وشرف حملته، هناك ما شاء الله آيات كثيرة من القرآن الكريم الدالة على فضل القرآن، وراح ناخذها على عجالة إذا تسمحون لي مشايخنا ومستمعينا الكرام. القرآن هو فضل الله ورحمته العظيمة، وباتباعه يفرح المؤمنون. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتعني هذه الآية كأنها تقول: قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته، قل للناس مبينا ومقنعا: استمسكوا بإفضال الله عليكم ورحمته العظيمة بكم، وما آتاكم في كتابه المجيد من المواعظ وشفاء الصدور. فبذلك الذي جاءكم من ربكم والحرص على الاستمساك به واتباعه فليفرحوا. وكذلك من الآيات الدالة على فضائل القرآن الكريم قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن القرآن لكتاب لا نظير له، وهذا لا شك فيه، قوي في الحق، غالب ببيناته وبياناته وحججه وبراهينه، غير مغلوب، لا يأتيه ما يبطل شيئا منه من حقائق سابقة لتنزيله ولا مما يأتي بعد تنزيله. وكذلك قال تعالى في وصف هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الله أكبر، يعني كأن الآية تصف لنا أن هذا القرآن كتاب نظمت آياته تنظيما محكما متقنا لا يقع فيه تناقض ولا خلل، بوضع كل شيء في موضعه وجعل آياته مطابقة للمعنى المراد. وما يؤيد هذا الفضل أو هذه الآية الكريمة قوله تعالى في أول سورة البقرة، يعني إحنا لما نشوف كتاب أو رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير أو كتاب ألف أحد المؤلفين، يكتب في بداية الكتاب: وأستميحكم عذرا إن سقط مني سهوا وهذا الخطأ قد ينقصه إلى آخره. ولكن المولى سبحانه وتعالى في بداية القرآن الكريم في أول سورة البقرة بعد ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب تجدون ما تودون أن تجدوه في هذا الكتاب العزيز، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
وأخبرنا كذلك المولى سبحانه وتعالى أن القرآن محكم في لفظه ومعانيه وأحكامه. قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. وتعني هذه الآية تلك الآيات المنزلات من عند الله سبحانه وتعالى، آيات الكتاب الذي يجب تدوينه بالكتابة وجعله بين الناس كتابا محميا من التحريف والتغيير والزيادة والنقص أو التحريف. كذلك بيّن المولى سبحانه وتعالى أن القرآن كثير الخير والبركة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، في سورة الأنعام. وكذلك قال في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وتعني هذه الآيات أن هذا القرآن كتاب أنزلناه من عندنا عليك يا رسول الله، كثير الخير والبركة، دائم النفع، لا تنضب فيفوض معانيه. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقد فصل المولى سبحانه وتعالى في القرآن كل شيء. قال تعالى في محكم التنزيل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه، إذا سمحتوا لي إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، بعض الآيات الدالة على فضل القرآن الكريم والتي اشتملت عليه. طيب، من خلال الآيات التي ذكرت كأنها تعني بأنك يا رسول الله أنزلنا إليك هذا الكتاب وهذا القرآن، ومن خلال قراءتنا لهذه الآيات استخلصنا 6 صفات، أو عفوا 4 صفات تتعلق بفضائل هذا الكتاب العزيز. الصفة الأولى أنه تبيانا لكل شيء. الصفة الثانية أنه هدى عظيما يدلهم على طريق سعادتهم في دنياهم وآخرتهم. والصفة الثالثة أن هذا القرآن رحمة لمن آمن به وصدقه وآمن بالمولى سبحانه وتعالى واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة والأخيرة بشرى للمسلمين المؤمنين المنقادين لأوامر الله ونواهيه، يبشرهم برضوان الله عليهم وبالسعادة الأبدية الخالدة في الجنة يوم الدين. القرآن، المولى سبحانه وتعالى حفظ القرآن من الزيادة والنقصان، فقال عز وجل في محكم التنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في سورة عبسة: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وكذلك في سورة القيامة عندما كان جبريل عليه السلام يتدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل الكلام، كلام ثقيل ينزل من المولى سبحانه وتعالى عشان يحفظ هذا القرآن، فالمولى سبحانه وتعالى يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، انتهينا من فضائل أو الدلائل من الآيات الكريمات على فضائل القرآن الكريم، ونود أن نعرج على بعض من فضائل القرآن الكريم من السنة النبوية المطهرة. كما تعلمون أيها الأحبة، المولى سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة مربوطة بقانون لا تخرج عنه ولا تتعداه بحال أبدا. شنو هو القانون؟ هذا القانون الكوني، لأنه خرج من فم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا مناص من وقوعه في أي خلل أو نقصان. يقول عمر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم بإسناده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أي إن الله يرفع بهذا الكتاب، أي بالقرآن العظيم، أقواما ويضع به آخرين. القرآن العظيم يقدم في الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب، هل قال أعلمهم؟ هل قال أتقاهم؟
هل قال أكبرهم سنا؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إذا تساووا فأعلمهم بالسنة. طيب، في صوت تسمعوني يا شيخ حسام؟ الصوت واضح دكتور محمد، الله يحفظك. نعم بس جميل. اي نعم تفضل. بس ما يعني يؤم ما في مقاطعة لك ان شاء الله، يعني أي نعم مستمتعين نعم بسماعك. تفضل محمد. نعم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا في هذا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من إجلال الله جل وعلا إكرام حامل القرآن المجيد، ومفهوم هذا الكلام العظيم أن الذي لا يكرم حامل القرآن المجيد سيجد السخط من المولى سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، أي وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. طيب، القرآن كذلك يقدم صاحبه في الدنيا، ويقدمه في قبره، ويقدمه يوم ينشق عنه قبره، ويقدمه في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك أدلة. فأما تقديمه في الدنيا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما تقديمه في القبر فكما تعرفون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل شهداء أحد في قبورهم، لأنهم كانوا كثرة رضي الله عنهم، 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشهدوا، فكان يجعل في القبر الاثنين أحيانا، وأحيانا يجعلهما في ثوب واحد، فكان يجعل الاثنين من شهداء أحد في الثوب الواحد فيقدم أحدهما على الآخر. طيب، كيف يقدمه؟ يقول جابر رضي الله عنه: فإذا جيء باثنين يجعلهما في ثوب واحد، ويجعلهما بعد ذلك في القبر الواحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أكثر حملا لكتاب الله؟ يا الله، يعني تخيلوا معي الحين، اثنيناتهم شهداء، واثنيناتهم استشهدوا في معركة أحد، وتعلمون الشهادة في سبيل الله شنو أجرها ومكانتها عند المولى سبحانه وتعالى، ولكن بسبب كثرة الشهداء الذين كانوا في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الاثنين في ثوب واحد ويضعهما في قبر واحد، ولكنه يقول: أيهما أكثر حملا لكتاب الله؟ هذا إكرام النبي لحملة القرآن في الدنيا، فما بالنا في الآخرة. فإذا أشير إلى أحدهما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. الله أكبر. فالقرآن العظيم يقدم صاحبه في قبره بتقديم الله عز وجل وتقديم نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما تقديمه يوم ينشق عنه قبره فحديث بريدة كما تعرفون، وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن بريدة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى القرآن صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، أي الشاحب الوجه وجهه، فيقول: ألا تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وإنك من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويكسى تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. الله أكبر. وهذه رسالة إن شاء الله من خلال يعني الأسئلة راح نتكلم عنها وراح نتطرق لها، ما هو دور الوالدين في حفظ وتحبيب الأولاد في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، وأما في الجنة، إكرام أهل القرآن في الجنة،
عسى ربي إن شاء الله يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن في الجنة يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر، عسى ربي إن شاء الله يجعلنا وإياكم من أصحاب هذا الحديث. اقرأ وارتق واصعد صعودك واعلو علوك واسمق سموقك في جنة الخلد، جنة الرضوان إلى الفردوس الأعلى صعودا. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ألا يكفي في الدلالة على شرف حمل القرآن العظيم وجلالة حفظه؟ والحافظ الله وفي جلاله حمل الكتاب المجيد، وأن تكون من أهله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن والصيام يشفعان في العبد، فيقول الصيام بما نحن في شهر الصيام، فيقول الصيام: منعته الشهوة والطعام والشراب بالنهار فيشفع، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل وأورثته السهد والسهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، فيشفع الصيام ويشفع القرآن في العبد يوم القيامة. فيعني أحبتنا وأخواننا وخواتنا، لو أنك قرأت جزءا من كتاب الله فعلى كم حرف يشتمل هذا الحرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنا بستطرد شوي عن الموضوع، لأن يعني سبحان الله هذا الحديث النبوي الشريف. ولدي جاسم عسى الله يحفظه ويخلي لكم عيالكم وأبنائكم، من يومين أو ثلاثة أيام كنت مودي حلقة يحفظ فيها القرآن، وكان عندهم ورد من جزء عمه، فكان فرحان ومستانس يقول: أنا حفظت اليوم، أكملت أول 20 آية من سورة عمه. قلت له: ما شاء. وأنا أشجعه ويعني وأشد من إيده على حفظ الكتاب الله سبحانه وتعالى. فكان معاه تحدي، أنه هو متحدي نفسه أنه يبي يصوم رمضان كامل. فيقول: طيب أنا الحين صمت رمضان، إن شاء الله راح أصوم رمضان كامل، وهو ما تجاوز 10 سنوات عسى الله يحفظه. فقال: أنا راح أصوم رمضان كامل. فقلت له: تمام. وقال: أنا إن شاء الله حاط لي هدف أني أنا أختم سورة عمه في خلال أسبوع. قلت له: جميل. فسألني سؤال، والله هذا السؤال أثر فيني. قال: أنا إذا حفظت سورة عمه، الله شكثر راح يعطيني أجر بأسلوب الأطفال الصغار. قال: الله شكثر راح يعطيني أجر. فأنا قلت له هذا الحديث، قلت له: شوف، هو عباله بكل آية راح يأخذ أجر. قلت له: لا، أنت مو بكل آية راح تأخذ أجر. قلت له: شفت كلمة بس عمه يتساءلون؟ قلت له: هذه فيها حرف، حرفين، ثلاثة، أربعة، خمسة. قلت له: هذه فيها 9 أحرف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة. يعني مو ألف لام ميم، هذه كلمة واحدة. فوالله أن فرح واستانس. طيب قال: شنو الأجر اللي راح يعطيني يا رب العالمين إذا أنا كل يوم قاعد أقرأها؟ قلت له: أجر ما لا نهاية. فشوف الأطفال لما نربيهم على هذه المعاني وهذه البشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن لها بالغ الأثر وعظيم الأثر عند عيالنا. أمس إحنا كنا في مسابقة بوبيان للقرآن الكريم، وكرمنا المتسابقين والمتسابقات. فوالله لما تشوف الأطفال، البنات الصغار والشباب الصغار والشباب الكبار، وتشوف فرحتهم وفرحة أهاليهم، والله إنها تسوى الدنيا وما فيها. أحد أولياء الأمور لما استلم الجائزة وشهادة التقدير أمس كنا في الحفل، فكان يقول: والله في رمضان خليته والبيت يكون كأنه خلية نحل. أنا بنتي ماسك المصحف وتقرأ وتراجع حفظها، وولدي الثاني قاعد بغرفة بس عشان يبون يتنافسون للفوز بالمسابقة. فهذا هو الغرض من عمل هذه المسابقات، وتشجيع الناس وتحبيبهم في حفظ وقراءة كتاب
الله سبحانه وتعالى. أنا عفوا شوي شطينا على الموضوع، ولكن يعني سبحان الله في بعض الأمور قد تأتيك ولا تأتيك في 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 مواضع أخرى. طيب، هناك بعض الصفات التي ينبغي لحامل القرآن أن يتحلى بها. عليه أن يعرف بصمته إذا تكلم الناس، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وينبغي أن يعلم قارئ القرآن وحامله بثباته إذا ما استفزت الخطوب الناس. كذلك ينبغي أن يعلم حامل القرآن بسهر ليله إذا نام الناس، وببكائه كذلك إذا ضحك الناس. ينبغي كذلك أن يعلم حامل القرآن بحاله إذا ما استبدت سيئات الأحوال بالناس. وهناك إمام من أئمة القراءة رحمه الله، وهو الإمام العظيم الإمام نافع رحمه الله تعالى، نافع بن عبد الرحمن، إمام من العشرة الكرام ومن الذين حملوا القرآن المجيد حق حمله وتلوا كتاب الله رب العالمين حق تلاوته. كان رحمه الله أسود شديد السواد، ولكنه كان صبيحا شديد صباحة الوجه، كان النظر إلى وجهه متمليا فيه لا يمل، حتى قال له قائل: ما أشد صباحتك وما أجمل وجهك مع شدة سواد وجهه وشدة غمقان وجهه. فقال: وكيف لا أكون كذلك وقد أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فسلم علي وصافحني. الله أكبر. حكى الذهبي في السير وفي المعرفة أن نافعا رحمه الله كان إذا جلس مجلسا، بل إذا تكلم في مكان، فاح من المجلوسين من المكان رائحة المسك. فقيل له: أو تتطيب كلما أردت أن تقرأ الناس كتاب الله؟ قال: والله ما أمس طيبا ولا أتطيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في الرؤيا فتفل في فمي. الله أكبر. فأنا كلما تلوت كتاب الله خرج من فمي رائحة المسك. رحمه الله تعالى. طيب، يعني في بعض الأمور ودنا نحن نغطيها، ولكن الوقت وصل إلى العاشرة والنصف. يعني أسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكتبنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إذا تسمح لي بس شيخ حسام، بتطرق حق موضوع صغير يتعلق بالقرآن كذلك، وهو استحسان أكيد. النبي. أي نعم اي نعم، اذا تسمح لي دكتور محمد، اول شيء يعطيك الف عافيه، خذ راحتك الله في يحفظك. الحديث، لان يعني انا وهت اذا في تساؤلات حول النقاط اللي طرحتها علينا، بارك الله فيك. يطلب المايكات الى الان، عدد طلبات المايك يعتبر قليل، فخذ راحتك، مستمتعين جدا للاستماع لك، الله يحفظك. وانا اكرر، اللي عنده تساؤلات حول فقط المحاور والنقاط التي تفضل بها ضيفنا الكريم الدكتور محمد، اطلب المايكات من الان. دكتور محمد خذ راحتك، الله يحفظك، مساحه مساحتك. الله يحفظك. هناك استحسان النبي صلى الله عليه وسلم للأصوات العذبة في قراءة القرآن. المولى سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عائشة ليلة بعد العشاء متأخرة، صلت العشاء ثم تأخرت شيئا ثم عادت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ فقالت: كنت أستمع إلى رجل من أصحابك لم أسمع قط مثل تلاوته. يا الله، يعني والله وأنا أقول الحديث شيخنا شيخ ناصر، الواحد يتخيل أن أم المؤمنين عائشة تسمع هذا الصوت الجميل وتقول عن تلاوته هذا الكلام، فماذا كان شعور الصحابة رضي الله عنهم؟ ولم أسمع قط مثل صوته يتلو القرآن العظيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدها رضي الله عنها حتى سمع تلاوة الصحابي. يا الله، حتى سمع تلاوة الصحابي الذي كانت تسمعه عائشة قبل. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا.
اللهم صل وسلم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأبي موسى الأشعري: وقد استمع إليه ليلة وهو يتلو القرآن العظيم. وأبو موسى الأشعري لا يدري بمكان النبي صلى الله عليه وسلم منه، فلما أصبح قال له صلى الله عليه وسلم: لو أنك رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة. يعني تخيل النبي مبعوث هذه الأمة وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء يقول لشخص: لو أنك رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة. يا الله، عسى ربي يجمعنا بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو موسى، يعني الواحد والله يتخيل شنو كان شعور أبو موسى والنبي أفضل البشرية وأفضل الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين يقول له هذا الكلام. فقال له أبو موسى: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته لك تزيينا. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، وقد جعل الله رب العالمين لداود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم صوتا عذبا رائقا، وجعل الجبال مرجعة للتسبيح معه، وتأتي بالتلاوة معه مرجعة خاشعة، والطير والحجر والشجر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. هذا ما أحببت أن يعني أتكلم عنه، خاصة ونحن في هذه الأيام الجميلة المباركة، ليالي القيام. احنا عندنا في الكويت بعض المساجد ستبدأ الليلة، وأنا يعني بالمناسبة عندي صلاة الليلة إن شاء الله، صلاة القيام. في بعض المساجد تبدأ اليوم، وفي بعض المساجد تبدأ من الغد. ولا يخفى عليكم حديث عائشة رضي الله عنها، كانت إذا دخلت العشر كانت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. فهذه رسالة أذكر بها نفسي أولا، وأذكركم بالحرص والمداومة والاعتكاف على قراءة هذا الكتاب العزيز، وعلى التهجد، وعلى الصلوات، وعلى الدعاء. فهي والله أيام معدودات. إحنا من كم يوم قاعد نقول مبارك عليكم الشهر، سبحان الله الحين دخلنا في ليالي العشر الأخيرة من هذه الأيام الفضيلة. عسى ربي إن شاء الله يعود علينا وعليكم وعلى جميع أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآله أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.